إدارة جميلة كما هو واضح الآن أمامك، وواحدة من أجمل وأروع أهداف هذه البطولة لحتى الآن بكرة كانت في غاية الروعة والجمال. بالتأكيد هكذا كانت أجواء هذا اللقاء لتجعل من مواجهة يوم الخميس القادم مواجهة منتظرة، مواجهة بالتأكيد بمواجهة منتظرة ومواجهة مرتقبة ما بين باريس سان جيرمان وما بين ذلك الفريق. جائزة أفضل لاعب لمنير الحدادي أراها الآن تأتي لهذا اللاعب الذي فعلا قدم مباراة كبيرة ويتوج بجائزة أفضل لاعب، $1000 لمنير الحدادي، اسم تذكروه جيدا في المستقبل القريب. الآن بالتأكيد أنها الأمور قد انتهت هنا في ملعب اللقاء. أنا سمير المعرفي كنت معكم واصفا ومعلقا لهذا اللقاء، لكن هناك بقية مع الزملاء في الاستديو بعد فاصل الهلالي برفقة الزميل طلال الكواري. إلى الملتقى. في هذه المباراة هو منير الحدادي لاعب برشلونة اللي أحرز الهدف الثالث. نروح لخالد القحطاني ونجوم المستقبل مع خالد القحطاني، منير الحدادي ومحمد البغدادي من الأهلي المصري. الجانب الآخر أفضل لاعب في هذه المباراة منير الحدادي، طبعا من أصول عربية. الواحد يفتخر لما يكون لاعب في هذا لاعب عربي أو من أصول عربية متواجد في فريق بحجم برشلونة. منير يعطيك العافية. مباراة you need to speak English. Okay, I speak English. I need to translate. Okay. What do you think about the game today? You are the best and you do the best. ¿Qué piensas del partido y qué piensas del partido? Haz un resumen. Hemos jugado bien. Hemos estado teniendo la posesión del balón mucho rato hasta meter los tres goles y ya ahí estamos tocando, aguantando el balón y ganando los partidos. He said that we played a good game, that we had the possession, and then when we scored the goals, we kept the ball and we just play. Okay, now he's man of the game. What do you think about that? ¿Qué piensas de que ha sido el jugador del partido? Muy contento, la verdad. No me lo esperaba tampoco. Y bueno, a seguir trabajando todo el campeonato. He's very happy. He said thank you to the people, and he's going to keep working all the tournament. Okay, thank you very much. About you, Mohamed, أنت تحكي مغربي؟ طيب ليش ما تحكي معنا على الهواء مغربي؟ ما كان فاهمش بزاف. مش فاهم بزاف، بس بتحكي. شوية كيف؟ تحكي عربي، بتحكي عربي ولا لا؟ شوية. شوية بس ما شاء الله عليك، يعني من أصول عربية وبتلعب في برشلونة، المفروض أنك يعني تكون معنا في أرض عربية، المفروض إحنا نفتخر في لاعب مثلك. يعطيك العافية. عموما أنت الحين من أصول مغربية، لكن الجنسية الحالية إسبانية. Your nationality is Spanish. يعطيك العافية وموفق بكل تأكيد في القادم، بكل تأكيد. إذا هذا اللاعب طبعا هو اللي كان معنا منير حدادي، هو رجل هذه المباراة أو أفضل لاعب في هذه المباراة، وكان علامة فارقة في هذه المباراة، من أصول مغربية مثل ما قال، ولكن يحمل الجنسية الإسبانية في هذه الحالة يعني. وطبعا يشرفنا في كل الحالات أنه لاعب عربي يكون في فريق برشلونة. نتمنى له التوفيق بكل تأكيد في القادم، بكل تأكيد. هذا كل اللي عندي طلال، تفضل. شكرا لك خالد القحطاني. كابتن رابح، ابهرك منير الحدادي اليوم خصوصا في الشوط المباراه الثاني والهدف الجميل اللي شفناه، الهدف الثالث. نعم، لاعب عنده امكانيات، والهدف اللي سجله يعني سجله بطريقه جميله جدا يعني. بس قال انه جنسيته اسبانيه. والله هو جنسيته اسبانيه، ولكن هو اللي اختار. على كل حال مره اخرى العرب سيخسرون لاعب كبير. يسمحون له؟ والله المغربيين يسمحون له؟ يا اخي شوف، كره القدم الان ليس لها جنسيه. قدام الفرصه؟ كره القدم ليس لها جنسيه، ما لازمش تكون فيها جنسية. هل قدامهم الفرصة؟ أنا أقصد إنه على أساس إنه يلعب في المنتخبات المغربية. ولكن شوف، هو الآن يتكون في برشلونة. نعم. وعنده فرصة مع برشلونة أن يلعب في الفريق الأول، وعنده فرصة حتى لو ممكن يلعب حتى في المنتخب الإسباني. يمتلك الجنسية. وهو عايش في إسبانيا. نعم. يعني من الصعب جدا أن يختار المنتخب المغربي يعني. نعم. وتطوره مع فريق برشلونة ممكن يخليه في المستقبل لاعب كبير. نعم. ولكن في الأخير هو اللي يختار يعني المنتخب اللي يلعب فيه. طيب.